تحت رعاية المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي أقيمت احتفالية للتوعية بفوائد الكشف المبكر لهذا المرض. الهدف من هذا المهرجان رفع درجة الوعي في المجتمع وتغيير ثقافة المجتمع. زي ما احنا شايفين أولاد صغارين جايين بيقولوا سرطان الثدي، ما بقاش في المرض الوحش زي ما كان بيقولوا زمان. بنحاول نكسر حاجز الخوف، بنحاول كان في حلقة نقاشية النهاردة فيها متخصصين، فيها فنانين، فيها أخصائيين تغذية، استشاريين رياضة، دكاترة. الجمهور لما بيشوف المرضى الناجيات بتفرق قوي معاه، ما بيقولش بقى المرض الوحش طب أنا هكتشف ليه إذا كنت أنا مش هشفى، لا بيشوفوا في عشرات الناجيات من المرض كانوا موجودين النهاردة. احنا دايما عشان ندعو الناس او نشجعهم للاهتمام بمكافحة سرطان الثدي واهمية الكشف المبكر والحاجات دي كلها لازم يسمعوها من شخص بيحبوه، فلازم نجمع ما بين الفنان والثقافة بتاعته بالاضافة للشغل اللي احنا بنعمله على مدار العام. فدايما بنحاول ان احنا يكون في الفعاليات اللي احنا بنعملها يكون معنا سيلبرتي، يكون معنا فنان مطرب، يكون في شاعر زي النهاردة شاعر نور عبد الله، فنان خالد ابو النجا، دليل البحيري، لقاء الخميسي، طبعا مسؤولين كبار زي السفير الامريكيه موجوده. فكل الناس دي بتحاول ان هي تساعدنا في ان احنا ننشر التوعيه ما بين الشعب المصري. اعطاء المعلومه بشكل اقرب الى الترفيه كان عاملا اساسيا في جذب الجمهور لمثل هذه الانواع من الحملات. احمد علاء الدين، نهارك سعيد.